أفاد مراسل غد بأن إحدى الناقلتين اللتين تم استهدافهما في خليج عمان يتم نقلها حاليا إلى ميناء الفجيرة بالإمارات. ومن محيط ميناء الفجيرة ينضم إلينا عبد الله الزعبي مراسل الغد ليضعنا في تفاصيل كثيرة. إذن عبد الله، ما هي تطورات سحب السفينة اليابانية المستهدفة؟ نعم، بالفعل يعني اليوم أو ليلة أمس وصلتنا معلومات بأن السفينة اليابانية ستصل إلى إحدى الموانئ في دولة الإمارات. كانت المعلومات الأولية تشير إلى وصولها إلى ميناء خورفكان، ولكن الآن أو قبل قليل وصلتنا المعلومات بأنها غيرت اتجاهها وستصل إلى ميناء الفجيرة في الساعات القليلة القادمة. السفينة الآن داخل الحدود الإقليمية لمياه دولة الإمارات وبانتظار وصولها ورسوها في ميناء الفجيرة. إذن عبد الله، أيضا ما هي إمكانية استعادة السفينة لإعادة بنائها مجددا؟ ما الذي يمكن أن تقدمه الإمارات العربية المتحدة في مساعدة هذه السفينة؟ هل لديك معلومات؟ نعم، حسب المعلومات الأولية أو حسب المعلومات المتداولة بأن السفينة قد تضررت من جراء جسم طائر اصطدم بالسفينة وليس بتوربيد حسب المعلومات القادمة من اليابان، ولكن لا نعرف مدى حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة، إلا أنها أيضا هناك تأكيدات بأنه لا يوجد تسريبات لما كانت تحمله السفينة من مواد نفطية. شكرا جزيلا لك عبد الله الزعبي مراسل الغد، كنت معنا من ميناء الفجيرة حول إطلاعنا على آخر التطورات.